عليكم السلام. ازيك؟ الحمد لله. اتفضلي قولي سؤال. انا امي وابويا بيقولوا البس الحجاب وانا لسه صغيره، عندي 9 سنه. عندي كام سنه؟ 11. 11؟ طيب وبعدين وانت عايزه تلبسي الحجاب ولا لا يا حبيبي؟ لا ليه كده؟ كده ليه؟ صغيره لسه صغننه ازاي يعني يا حبيبي؟ يعني هتلبسيه امتى يا حبيبي؟ لما اكبر شويه. امتى يعني يا حبيبي؟ يعني عندي 15 مثلا. كتير 15 يا حبيبي. ماشي. لا كتير 15، خلينا نتفق. ها؟ طب ثانية واحدة بس، ثانية واحدة. اتفضلي. هروح أعمل حاجة وأرجع. هتعملي إيه؟ هعمل ثانية، هقول حاجة لبابا وأرجع. إيه؟ هقول حاجة لبابا وأرجع. هقولي حاجة لبابا وأرجعي. ماشي. يا حبيبة. ألو. أيوة حبيبة. ايوه. هو انت على تليفون البرنامج يا حبيبه مش على تليفوني انا يا حبيبه؟ انا عارفه. طيب يا حبيبه، قلت لبابا الحاجه؟ قلت له ايه بقى يا حبيبه قولي لي؟ لا كنت بقول له بس اللي انت كنت بتقول لي، اللي هو 15 سنه هكون كتير يعني. كتير؟ فنتفق بقى، هتلبسيه امتى يا حبيبه؟ ايه؟ هتلبسيه امتى؟ انا بقول لبابا ان انا لسه صغيره على الحاجات دلوقتي. لا ما انت صغيره يا حبيبه، انت الله اكبر عروسه قد الدنيا اهو، وجميله وقمر اهو. بس 11 يعني نسيبك كمان قد ايه؟ نسيبك قد ايه، شهر ولا شهرين؟ لا انا بقول مثلا 13 14 كده. لا يعني خلينا 12. حلوه يا حبيبي. ايه 12؟ حلو. 12 حلو. انت في سنه كام دلوقتي يا حبيبه؟ انا سنه 6. انت في سنه كام يا حبيبه؟ سنه 6. سنه 6؟ خلاص. يبقى على اولى اعدادي ان شاء الله تلبسيه يا حبيبه. على اولى اعدادي كده البسه. ان شاء الله. ماشي ماشي. خلاص. وعد. وعد وعد وعد. انت وعدتيني يا حبيبه. ماشي. خلي بالك. ها إيه؟ بابا فين بقى يا حبيبه؟ بابا جوه. طب اديني بابا. حاضر ثانيه واحده. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازي مين معايا؟ انا ابو حبيبه. لا انت مش ابو حبيبه. الحمد لله. لا انت اخوها. لا انت اخوها، انا عايز ابوها. ماشي. انت اخوها. ايوه كده. ماشي. ما تضحكش على الشيخ يعني. ماشي. مش عشان انا شيخ تضحك علي. هات ابوها. ماشي. طيب. ماشي. ماشي. طيب قطعت حبيبي، قطعت حبيبي، قطعت حبيبي. طيب بس انا حابب بس اقول ابو حبيبه يا رب يكون بتشوفني، اولا انا فرحان جدا بحبيبه، وفرحان جدا بهذا الحوار البناء اللي في بيوتنا اللي بين الاب وبنته. ودايما هو الاستاذه منى نطالي في البتاع اللي في ودني دي وعماله تقول لي اسالها بلغت ولا لسه. انا مش عايز اسال. ليه مش عايز اسال؟ لان في فقه يا استاذه منى اسمه فقه عدم السؤال، علشان ما حملهاش المعصيه يا استاذه منى، وحمل ابوها الذنب يا استاذه منى. لان انا لو سالت يا استاذه منى وطلعت بلغت يا استاذه منى، يبقى افضل خلاص اصبح الحكم واجبا في حقها. هقول لها الحجاب فرض يا حبيبه، وانت ان تركتيه بعد هذه اللحظه عاصيه يا حبيبه، وأبوك واجب عليه يا حبيبة يأمرك به، واجب عليه يحثك عليه. فأنا ما سألتش من باب سيدنا عمر يا أستاذة منى لما كان ماشي والراجل عامل مزراب فبينزل مية، فواحد ماشي مع سيدنا عمر بيسأله يا صاحب المزراب هل ماؤك طاهر أم لا؟ فقال سيدنا عمر يا صاحب المزراب لا تخبرنا، ما تقولش. ليه؟ خلينا مش عارفين. لأن لو احنا عرفنا ان الماء مش طاهرة يبقى لازم نرجع نغير هدومنا، ولو عرفنا ان الماء طاهرة يبقى خلاص، يبقى نسبة 50-50 خلاص كده. فعلشان كده انا سكت ومرضتش اسأل ولا طوع الأستاذة منى، ولكن ده حوار جميل، حوار بناء، ولكن انا بحب دايما مع بناتنا الجمال ان الحوار يجي بالإقناع. علشان كده نقول لحبيبة ايه رأيك 6 أشهر؟ ايه رأيك سنة؟
ولا سيما انا عايز اقول لكم يعني وصية لكل اب ولكل ام، اللي ربنا يبارك فيه وفي حبيبة ويبارك في كل بنت في كل بيت ويبارك في كل اب في كل بيت. خدوا بالكم ان شياطين الانس اخطر من شياطين الجن. شياطين الانس اللي بنشوفه مع السوشيال ميديا وعلى الاعلام، اللي بيقولوا ان الحجاب مش من الاسلام، واللي بيقولوا ان الحجاب مجرد مظهر، وان الحجاب حجاب القلب ومش ضروري الحجاب، وربنا لو عايزنا نتحجب ما كانش ينزلني كده، كلام كتير قوي. فبناتنا غلابة مساكين بيتأثروا بالكلام ده في وقت احنا ما اديناهمش التطعيم اللازم فيه. فعلشان كده رويدا رويدا ورفقا بهم، أسأل الله العلي القدير أن يستر عرضك يا حبيبة أنت وسائر بنات المسلمين.